بتحب كون قاعدة جنبك؟ هذا بزنس. بالتوفيق. مالك؟ بدي كل مكالمات على النت وكل رسائل على الموبايل. ايه بأمرك. شيطان شيطان يا بنتي، أنا ما قلت لك لبقى تنادي له يا شيطان؟ شيطان يا شيطان. وهي قعدة. يا عمري أنت. بابا حبيبي أنا لازم أطلع. ما فيك تروحي على مطرح، هذا اليوم إلي وإليك ولازم نقضيه مع بعضنا. من خلال هذا الكود فيك توصل على كل مراسلاتها. راح تشوفهم متأخرين 10 ثواني. تركته لسردار وأنا كتير تعبانة، لازم شوفك الليلة يا سيلين رجاءً. ضيفوا على قائمتنا كل مجموعة رفقات البنت. حاضر. بابا حبيبي بترجاك، أما لرفيقتي والله مريضة كتير، لازم كون جنبها. ومين هي رفيقتك؟ مين رح بتكون يعني؟ مروة. بابا وعد ما رح أتأخر. رفيقتي بحاجتي ولازم كون جنبها. ماشي يا بنتي. قولي لرفيقتك إن شاء الله بتقوم أمها بالسلام. إذا تأخرتي كتير رح أزعل منك. ها رح تعشي لشيطان ما هيك بابا؟ أمري لله. شيطان. مع السلامة. شكرا. أهلا وسهلا. كنت موصي على صباط إلي وجاي مشان أخده. بتحب تجربه أستاذ؟ عفواً معلم. وينك من 5 شهور يا عابد؟ شوف اسم الحداب؟ هلأ إجا وقته. جاهز شي؟ معقول ما يكون جاهز؟ كنت قايل لك أسبوع بس عملته ب4 أيام. يا ترى قديش صار له ناطرك؟ Mm-hmm.
شاء الله العمر لك أخي. شكرا يا بكتاش. عمي ذو الفقار بيعزيكن وقال إن شاء الله العمر لكن. هلأ هو برات المدينة وبكرة بيكون هون، وسألني إذا في شي منقدر نعمله. الله يسلم عمره. كيف صار هيك أخي؟ أولادي للحرام استغلوا إنه تفرقنا. صحيح يا اللي سمعته؟ طال العمر إلك، فد حيلك. مين الندل يلي عملها؟ ليش واقفين؟ ما بدنا ننتقم؟ حراس المعبد. وناطر خبر من نهاد. سيدي، حسب الإشارة اللي وصلتنا من رفقاتنا بيّن معنا أنه في حركة، يعني احتمال يكونوا عايشين، ممكن يكونوا بغرفة عم يحققوا معهم. منعرف أنه احتفال المساء كتير مهم، بس رفقاتنا إذا كانوا عايشين وتركناهم بهذا الوضع وما جبناهم رح يقتل الروح المعنوية بالفريق. عم أطلب إذن مشان العملية. معكن الإذن، بس رح تقدروا تلحقوا احتفال المساء؟ ايه منلحق سيدي. انتبهوا منيح مشان ما تكون مثل المرة الماضية. طمن سيدي، هالمرة رح ننتبه منهم أكتر. أنا ليش عم بحكي معك؟ أصلاً أنت مو سمعانتيني، كنت بدي أسهر بكرة وما ضل عندي حجة قلو إياها لبابا. بكرة بترجعي بتتراضي معه. الزلمة اللي هون عم يتطلع فيني بس شي حلو. جاية لهون؟ ايه يجي. هذا اسمه وبر الشيطان؟ يبدو في عندك قطة. اي صح، وقطي اسمه شيطان. ها؟ وانت عندك قط؟ اي عندي. شو اسمه؟ يمكن ما رح تصدق اذا قلت لك ملاك. ما في مانع ما هيك؟ لا. خلينا نحكي. وهي الملاك؟ كتير حلوة. شو مروة أجيتي؟ أنا لازم أمشي. شو جنيتي؟ بدك تخليني لوحدي معه؟ شو فيها؟ إيه خلص بتضلوا لوحدكم. إذا بتحبوا أنا بقوم. لا لا، أنا كنت رايحة أصلاً بشوفك. يا ربي، أنا شو كنت بدي أعمل؟ كنتي بدك تورجيني صورة الشيطان. ها؟ هي الشيطان. أبوك عم يتصل. شو اسم حضرتك؟ سيلين.
عشان تفجرها بالأول لازم تشغل ضوء القنبلة، وبعدها في الضوء الموجود فوق الصاعق لازم يضوا مع بعضه. طيب وهي الخنزير الكبير أكل الاثنين مع بعض، شو رح نعمل؟ نحن شو رح تفرق معنا؟ الشغل تمام؟ انتهينا؟ ماشي الحال، ماشي الحال. ليكن جايين، خدوا مواقعكم. ماشي يلا. سيدي الإشارة عم تجينا من رفقاتنا الاثنين، قريبة من هون. ممكن يكون فخ، ما رح نقرب بالسيارة أكثر. سيدي هون ما في إلا الخنازير، بس الإشارات عم تجي من هون. سيدي حتى الجهاز عم يورجينا حركة الخنازير. الكلاب مطعمين الجسس للخنازير. اجتمعوا الكل يلا رايحين.
لازم نستعجل، إذا بعدوا عنا ممكن نضوعهم. يلا عبيد، مبروك، رح تاخذ الليله مكافاتك على قتلك عبد الحي. حابب هنيك. وانت بوصيك تتخلص من كل ضعفك يا متى. والا على طول رح تضل قدام الابواب. من كل قلبي عم بحكي يا متى، انت ما بتعرف قديش كان بيودي تكون حاضر جوا كمان. شكرا لك على كلامك الحلو هاد. تفضل. تفضل. مضطرين ناخذ الجوال. فيك تدخل. سيدي، عابد دخل لجوا. خليه دخلوا غرفته مشان يحضر حاله. حاضر سيدي. في سبب خاص لطلبك تكون شاهد على الاحتفال؟ كنت وعده لعابد مشان شجعه بهاي اللحظة. بتمنى وجودك بالاحتفال ما يخلق ثغرة بالنظام الأمني عنا. طيب مين رح يمسك الأمور الأمنية؟ رح يمسكها السيد مدى، رح بيكون مسؤول عن الأمن الخارجي، والأمن الداخلي مستلمينه أرماجيدون طبعا. اللي في شي أخبار من جوني؟ سيدي هلأ هن جايين على الطريق. بتمنى يكون جوني وصل قبل ما يوصل الأفندي الكبير. من فترة طويلة كتير ما قضيت هيك وقت ممتع. ايه وأنا كمان. لحظة لأعطيكي رقمي، اتصلي فيني. تفضل. 4467. كتبتي؟ اجت سيارتك. تمام. تفضلي. انت مالك منيح، خليني انا بوصلك على البيت. اوكي.
بتشكرك كتير. بتمنى من أبوك يتفهم تأخيرك معي. بابا رجالي كتير متفهم، نحن مثل الرفقة مع بعض. هنيكي عليه. شو عملت أنا؟ دعسي بنزين، خلينا نمشي بسرعة. دعسي. شو عملت أنا؟ أول شي رح تلبس كسوة حراس المعبد القديمة. هاي الكسوة لو شلحتها ما رح تشلحها من روحك ولا من قلبك ولا من أحساسك. وبعدها رح يبدأ الاحتفال. وقبل ما تبلش بحياتك الجديدة بدك تقدم الامتحان الأخير. كسوتك المقدسة هون. تفضل. الأفندي الكبير إمتى رح يشرف على الاحتفال؟ ما فيني أحكي أي شيء إلا اللي حفظوني إياهم سيدي. إذا حضرتكم جاهزين فينا نطلع. الأفندي الكبير جاهز للاحتفال. لحظة. شو هاد؟
رجاء شيله، راح خبر رفقاتي يفتشوك مرة تانية. شو صار؟ سيدي، مع الأسف المهمة فشلت. فريق الأرماجيدونيا اللي راقبناهم إجا على مكان أسري، وفي إجراءات أمنية مشددة حوالين المكان. رح خبر الشايب فورا، لا تعملوا شي لخبرك بالأوامر. ماشي، نحن بالانتظار. أخي عمران، رح أعطيك العنوان، تعالوا فورا. لقيناهم لحراس المعبد. يعني انت بتعرف عابد شو اللي عم يعمله؟ لا، ما بعرف عبد الحي. اذا ما بتعرف، ليش ما قتلته؟ الا ما يكون في عنده خطة، انا متأكد. كتير حلو، طالما عندكم خطة امشوا معه وروحوا على الاخر، لانه ما نكون بحاجتي انا. عم
عبد الحي نحن افترقنا، انت وعابد وكارا وعمران كل واحد بمكان، نحن بحاجتك لإلك مشان تلمشى منا. الشي اللي ما عم تفهمه، أنا مليت وشبعت من كلام واحد ميت. هذا يلي أنت مو فهمانه، عم تضل تقول وتعيد إني ميت. يا ريتني كنت ميت مثل ما عم تحكي، بس أنا لساتني عايش. أنا عايش بلا ما أشوفهم ولا ألبسهم ولا حاكيهم وبلا حتى ما أسمع صوتهم. عايش بس كل نفس بتنفسه عم بيغز بقلبي سكين. أنا لساتني عايش. قلت لك إنه بدي يجيك قبل يميماتي، بس عبد الحي تصرف بسرعة، تصرف بالوقت اللي كان قايلي إنه رح يأسس حياة جديدة. على الأقل فرحت إنه واحد منا حيعيش الحياة اللي بيحبها. مثل ما قلت، ما عادت موجود. دمك رح ينمزج بالحليب والحليب بالسم مشان تكون واحد منا. رح تشرب من كاس الموت. عيونك من هلأ عيون حراس المعبد المقدسين. امشي بعد هلأ، رح تمشي الطريق لوحدك. الشجاعة مثل السيف، تقوى بالنار. من يملك هذا السيف لا يخسر أبداً. العدالة مثل الأرض، من يملكها يرتفع ومن يخسرها يقع.
العقل مثل الهواء، من لا يملكه محكوم عليه بالفناء. الأخوة مثل الماء، عندما تتحدون تعطون الحياة. رجاك سامحني يا عبد الحي،